من اهتمام الناس بقضية نادي القرن وبالجدل الإعلامي المتفاعل أيضا على السطح الإعلامي الإلكتروني، الزميل العزيز أحمد أسامة عمل فيديو مطول شوية، لكن في قذائف أسامة هذه محاولة الرد على حقيقة حساب الفيفا وكيفية وضع هذه المعايير لاحتساب نادي القرن. نشوف أحمد أسامة. حلقه جديده واكذوبه مش جديده، ولا حتى اقدر اقول انها اكذوبه متجدده، ولكن هي اكذوبه 18 سنه نفس الكلام اللي بيتقال، هو الكلام اللي بيتقال بدون تعب او ملل او حتى تجديد او ابداع. 18 سنه واحنا في اكذوبه الزمالك نادي القرن الحقيقي. الغريب ان اي منتمي لنادي الزمالك سواء كان اعلامي او مسؤول او حتى عنده متابعين على السوشيال ميديا او بيدجات نادي الزمالك على السوشيال ميديا او مشجع عادي، كلهم بيوصلونا النتيجة واحدة لما بيتكلموا في قضية نادي القرن، انهم ما عندهمش اي معلومة عن القضية بالظبط، زي اي واحد مش دارس قانون صحيته من النوم ولبست روب المحاماة وقلت له الحق عندك جلسة بعد نص ساعة في المحكمة، واحد مش دارس قانون ولا قرا قضية ولا حتى عارف موكله ده جاني ولا مجني عليه، فبالتالي بيقول اي كلام لا له اي اساس من الصحة ولا له اي سند قانوني. بالظبط ده حال الزملكاوي 18 سنة، بدل ما انه يبحث وينقب ويعرف الحقيقه او حتى يتجه بالشكوى للجهات الرسميه، 18 سنه بيقنع نفسه وبيحاول يقنع الاخرين ان منح الكاف لقب نادي القرن للنادي الاهلي هو عباره عن مؤامره او ديل تم بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته بدليل ان الكاميرون منتخب القرن. لا 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 بعد اذنك، عشان كاميرون في موضوع الكاميرون، موضوع الكاميرون، الكاميرون دخل راحت كاس العالم 4 مرات، 82 90 صح؟ 82 90 94 98 وخدت 3 كاس امم، مصر خدت 4 كاس امم و2 كاس عالم، يعني منطقيا الكاميرون احق. بس لو قلنا بالبطولات، الكاميرون اول بطوله دخلتها في السبعينات، مصر من 57 جمعت بقى ايه، طلعت مع زائير في 70 تاني، طلعت رابع، لو بالبوينتس يبقى مصر نادي القرن منتخب القرن فعلا. اه والله العظيم. ليه بقى؟ لان شاركت اكتر منه 6 بطولات، جمعت ابن طلعت رابع وثالث، ما بنفس المنطق راحوا حسبوا للاهلي بالبوينتس والمنتخب مصر بالبطولات. ده صديق شخص الكابتن خالد غندور من 2009، ومش ده المهم، المهم ان ده احد الاشخاص اللي اصبح بيكون وجهه نظر كابتن خالد غندور في القضايا المثاره حاليا، تقدر تعتبره كده معد شخصي الكابتن خالد الغندور. وما تستغربش ان كابتن خالد غندور اتعجب ان من كلامه وهو بيقول ان منتخب القرن بالبطولات ونادي القرن كان بالنقاط، لان كابتن خالد غندور كل ما هنالك كان عاوز يجره ان هو ان منتخب القرن كان بالبطولات. وطبعا خلاص من خلال تجاربنا عارفين اي زملكاوي يقسم بالله ما تصدقوش. لكن هل كابتن خالد اكتفى بضيفه وراء ضيفه عشان يثبت المؤامره او الديل اللي تم بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته؟ لا، كابتن خالد كمان عمل مداخله في نفس الحلقه لصحفي من الاهرام، تعال نسمع قال ايه. ودي معلومه وكان كتبها الاستاذ ايمن ابو عايد في الاهرام. انه القواعد اللي وضعت لنادي القرن، سواء نادي القرن لنادي القرن ومنتخب القرن، واخد بال حضرتك، تم فيها ظلم منتخب مصر وظلم نادي الزمالك. يعني دي اللي اتعمل بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته، الكاميرون تاخد دوله القرن او منتخب القرن، والنادي الاهلي ياخد نادي القرن، واخد بال حضرتك. ده خد الحته بتاعته وده خد الحته بتاعته، اللي ظلم فيها مين؟ ظلم منتخب مصر، لان القواعد اللي وضعت بحياتك اعتمدت على البطولات مش النقاط. بحياتك بالنسبه عكس نادي القرن، نادي القرن اتحط فيه نقاط. ده صحفي شغال في صحيفه من اعرق واقدم الصحف القوميه في مصر وهي صحيفه الاهرام، وهنا بيمثل الاعلام المقروء في حضره كابتن خالد الغندور اللي بيمثل الاعلام المرئي. والحقيقه الاثنين للاسف بيفتقدوا ادنى مؤهلات العمل الاعلامي وهي المعلومة الصحيحة، عشان كده قررنا نجيب المعلومة الصحيحة ومن مصادر موثقة، واعتقد مفيش افضل من موقع الفيفا الرسمي اللي نشر معايير منتخب القرن في افريقيا، وعلى اي اساس تم تحديد منتخب الكاميرون كمنتخب للقرن في افريقيا. واهم حاجة هتلاقيها في الموضوع ان منتخب القرن في افريقيا تم اختياره بالنقاط وليس البطولات، وده اكبر دليل على كذب الدعاءات من يدعي من الزملكاويه ان في ديل تم بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته على منح النادي الاهلي لقب نادي القرن ومنح منتخب الكاميرون منتخب القرن. لكن ايه هي المعايير دي؟ تعالوا نشوف. الكاف لما جه يحط المعايير اللي على اساسها هيتم اختيار منتخب القرن في افريقيا، حط النقاط
للمشاركه في امم افريقيا ونقاط للصعود لكاس العالم. وعشان امم افريقيا بدات سنه 57 بثلاث منتخبات وانتهت في سنه 2000 ب16 منتخب، قرر الكاف ان هو يقسم النقاط الى حقب زمنيه على حسب عدد الفرق المشاركه. يعني ايه؟ يعني من سنه 57 لسنه 59 شارك ثلاث فرق هيكون لها معيار من النقاط، ومن سنه 62 لسنه 65 شارك من 4 لـ6 فرق هيكون لها معيار من النقاط. وده فعلا اللي الكاف عمله من سنه 57 لسنه 59 بمشاركه ثلاث فرق، حط معيار ان البطل يحصل على نقطتين والوصيف يحصل على نقطه والثالث مش هياخد حاجه. ومن 62 ل65 شارك في بطوله 4 فرق وبطوله 6 فرق، فكان البطل بيحصل على 3 نقط والوصيف على نقطتين والمركز الثالث على نقطه. اما الحقبه الاطول وهي من 68 ل90 ودي كانت كل المشاركات فيها عباره عن 8 منتخبات، الكاف قرر ان يكون البطل 4 نقط والوصيف 3 نقط والثالث نقطتين ونص والرابع نقطتين. ومن 92 94 يعني هم بطولتين شارك فيهم 12 منتخب، البطل 4 نقط، الوصيف 3 نقط، الثالث نقطتين ونص، الرابع نقطتين، والاول مره بيدخل الصاعد لدور الثمانيه عشان ياخد نقطه. اما من 96 ل 2000 كان مشارك 16 منتخب، ومن هنا بقى البطل بيحصل على 5 نقط والوصيف 4 والثالث 3 والرابع 2 ونص ودور الثمانية برضو نقطة واحدة. لكن ايه هو توزيع النقاط بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون الاثنين طرفي النزاع خلال الحقب الزمنية اللي حددها الكاف؟ منتخب مصر من 57 ل59 شارك في البطولتين وحقق البطولتين وبالتالي كان مجموعه 4 نقاط، في حين كان لسه ما ظهرش منتخب الكاميرون. ومصر من 62 ل65 في ظل برضو عدم ظهور منتخب الكاميرون افريقيا حصل على 3 نقاط عشان خد الوصيف مره والثالث مره. اما اطول حقبه اللي هي من 68 ل90 ودي شهدت اول ظهور لمنتخب الكاميرون اللي شارك في افريقيا لاول مره في تاريخه عام 1970. قدر منتخب مصر يجمع 15 نقطه من الحقبه دي في مقابل 13.5 نقطه لمنتخب الكاميرون. تقدر في اي وقت توقف الفيديو وتراجع توزيع النقاط. اما بطوله من 92 او الفتره الزمنيه من 92 ل94 مصر حققت نقطه واحده مقابل نقطتين لمنتخب الكاميرون. ومن 96 ل2000 قدرت مصر تجمع 7 نقاط في حين ان منتخب الكاميرون جمع فقط 6 نقاط عشان يكون اجمالي نقاط منتخب مصر من المشاركه في امم افريقيا 30 نقطه مقابل 21.5 نقطة لمنتخب الكاميرون. واعتقد ده فارق طبيعي جدا لان منتخب مصر شارك قبل منتخب الكاميرون بفتره زمنيه. رغم تفوق منتخب مصر على منتخب الكاميرون في النقاط اللي حصل عليها من مشاركات في امم افريقيا، منتخب مصر 30 والكاميرون 21.5، الا ان في نهايه التصنيف منتخب الكاميرون تخطى منتخب مصر وده بسبب المشاركه في كاس العالم. الكاف كان حاطط معيار المشاركه في كاس العالم 5 نقط، ولو تخطيت اي دور في مسابقه كاس العالم الدور بنقطتين. منتخب مصر للاسف شارك مرتين بس سنه 1934 و1990 وحصل على 5 نقط نتيجه مشاركته في كل بطوله لانه خرج من الدور الاول، فكانت المحصله 10 نقاط فقط لا غير، في حين منتخب الكاميرون شارك 4 مرات منهم 3 مرات خرج من الدور الاول وحصل على 5 نقاط عن كل مشاركه، ومشاركه حقق فيها الانجاز بالصعود لدور الثمانيه وبالتالي جمع في المشاركه دي 9 نقاط عشان يكون اجمالي النقاط اللي حصل عليها من مشاركته في بطوله كاس العالم هي 24 نقطه مقابل 10 نقاط في مصر. بالتالي لو جمعنا النقاط اللي حصل عليها كل منتخب من خلال مشاركته في كاس العالم وكمان مشاركته في امم افريقيا هتبقى المحصله في النهايه 40 نقطه لمنتخب مصر و45 نقطة ونص المنتخب الكاميرون عشان يفوز منتخب الكاميرون بمنتخب القرن في أفريقيا. الأهم أو المفاجأة إن منتخب نيجيريا كان الثاني ب42 نقطة ونص ومنتخب مصر كان في المركز الثالث ب40 نقطة. أعتقد بعد ما عرضنا بالتفصيل معايير اختيار منتخب القرن أي كلام عن شبه التواطؤ أو مجاملة أو اتفاق بين عيسى حياه ومصطفى مراد فهمي هو كلام المفروض لا يعتد به، وكل اللي نقدر نعمله إننا نشفق على مردد هذا الكلام.